هيام؟ مولاتي لا تقلقي علي، جتني مغصة وراحت. ما في شيء. خير ويام، شو في؟ الولد عم يرفسني طول الليل ما هدي. يعني ابني عم بيتعب امه كتير ما هيك؟ بعتقد جايينا صبي ما له مثيل بكل العالم. انا رح اقوم، يوم العرس موكب العروس رح ينطلق. كأنه العرس طول. انتو ايمتى رح تنهوا؟ شو انت مليتي؟ لا ابدا، بس لانه ما عاد شفتك مثل الاول عم اشتاق لك. خليك جنبي هون. شفت هي رح تتركني وتروح. شو رايك فيه هلا؟ أكيد رح يعجبها لخديجة، ما هيك؟ إذا ما عجبها هديني يا إلي. لو تعرف قديش عشقته لهالطوق. بوعدك أعمل لك أحلى طوق بالدنيا.